يا صباح الخير عن جديد، رجعنا لنكفي فقرتنا الأخيرة بشوية حكي لهذا الصباح. بصباحك مسك وعم نحكي عن ثبات الوزن عند الأشخاص. بعض الأشخاص بيكون عندهم ثبات بالوزن عند وزن قليل وبدون يكسبوا وزن أكثر ويكتسبوا وزن أكثر، لكن محاولاتهم يعني بتكون فاشلة جدا. والأشخاص اللي أيضا بدهم يخسروا وزن أيضا بيلاحظوا أنه في ثبات بالوزن بشكل كتير كبير لسنوات عديدة وما بيعرفوا شو السبب. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد، وتحديدا أيضا عند الأطفال كمان ممكن يتعرضوا لهذا الموقف كتير بفكرة ثبات الوزن. موضوع التحاليل الطبية اليوم قديش موضوع مهم جدا، ونحن للأسف ببعض الأوقات نعتبرها رفاهية، شيء من الكماليات ما كتير بنهتم فيها، وخاصة بعمر الشباب بنعتبر أنه خلص نحن بأوج شبابنا حاليا، نحن مش بعازة هذه التحاليل، رغم أنه دائما الأطباء بيأكدوا على فكرة أنه يكون في تحاليل طبية بشكل دوري جدا لنطمن على مستوى الفيتامينات والمعادن بجسمنا، نتأكد من بعض الأمور الأخرى الصحية بجسمنا. وخاصة هذا الموضوع يعني بيزيد أهميته كل ما تقدمنا في العمر. هذا الشيء كمان بدي أوجه لكم سؤال هلأ، في حال أنتم بتهتموا بالتحاليل الطبية ولا لا؟ وأكيد رح أكون بانتظار، ولا ساعاتي أخصائية التغذية تنضم على الهواء مباشرة لتخبرنا أكثر عن ثبات الوزن. بدي صبح على الجميع مجددا، الأشخاص اللي كمان عم يبعثوا لنا التفسيرات والاستفسارات حول مشكلة ثبات الوزن واكتساب الوزن أو خسارة الوزن. رح نتمنى رولا ساعتي تنضم معنا ويمشي الحال تكون معنا على الهواء مباشرة. أمشي الحال نضال؟ طيب، معنا أخصائية التغذية رولا ساعتي على الهواء مباشرة. يسعد صباحك أستاذة رولا، أهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ إن شاء الله بخير، وسعيدة أني معكم ثانية. يسعد صباحك يا رب. يعني العديد من الاستفسارات والأسئلة حول ثبات الوزن، يبدو أنه العديد منا عم بيعاني من هي المشكلة ونجهل السبب. شو السبب برأيك أستاذة رولا؟ على أول شيء ثبات الوزن له كتير أسباب، ولكن اليوم نتطرق للفيتامين اللي له علاقة كتير كبيرة بهذا الموضوع. الفيتامين اللي حنحكي عنه اليوم هو فيتامين له علاقة مش بس بموضوع ثبات الوزن، بل أيضا بنزول الوزن وبزيادة الوزن. طبعا هذا الفيتامين هو فيتامين دال. هذا الفيتامين مش بس له علاقة كتير وطيدة بموضوع الوزن، بل أيضا له علاقة كتير كبيرة بكل أعضاء وخلايا جسمنا. تخيلي أنه مستقبلات هذا الفيتامين موجودة بكل خلية من خلايا جسمنا، فبالتالي له علاقة كبيرة بالدماغ، بالبشرة، بالجلد، بالغدة الدرقية، بالكبد، بالكلى، مش بس الوزن لحاله. ولكن اليوم نحن حنحكي عن موضوع مشكلة الوزن المرتبطة بنقص فيتامين دي بجسمنا. يعني لكن هو أحد الأسباب إذا فينا نقول لثبات الوزن نقص هذا الفيتامين بالجسم، هناك أسباب أخرى، تعطينا هيك بس لمحة سريعة طبعا. مثل شو الأسباب الأخرى قبل ما هيك نرجع نكفي الحديث عن فيتامين دال؟ هلأ أسباب ثبات الوزن كثيرة. أول سبب من أسباب ثبات الوزن أنه أنت تكوني عم تاخدي السعرات الحرارية اللي جسمك بيحتاجها
وعم تأدي طاقة خلال النهار بتوازي هالسعرات اللي عم تأخذيها. يعني مانك عم تعملي نشاط فيزيائي خلال النهار يحرق هالكم الفائض من السعرات الحرارية اللي انت عم تأخذيه خلال النهار. فالحركة والإنكم أو المدخول تبع الكالوريز أو السعرات الحرارية متساوي. هذا أول سبب من أسباب ثبات الوزن. الأسباب الثانية في عنا ممكن يكون خلل بهرمونات الغدة الدرقية، وكمان أيضا خلل بموضوع أو نقص بليفل فيتامين د بالجسم، هذا موضوع جدا مهم، أو حتى نقص موضوع بي 12 كمان أو الحديد، هذا كله بيأثر على موضوع ثبات الوزن. وأيضا النساء اللي عندها مشكلة متلازمة تكيس المبايض، هدول النساء بيعانوا جدا من موضوع ثبات الوزن وصعوبة كبيرة بنزول الوزن. إذن أسباب عديدة يعني خلف هذا الموضوع. خلينا نركز على فيتامين د كون له الأثر الأكبر أيضا على الجسم، وله تأثيرات سلبية جدا على الجسم في حال كان في انخفاض بنسبة هذا الفيتامين بجسمنا. شو من أكثر الأضرار ممكن اللي نحن نحسها عم تطلع على جسمنا بسبب نقص هذا الفيتامين؟ هلا خلينا نحكي أول شيء على موضوع الفيتامين د، كيف ممكن هو يأثر على الجسم، لأنه كله مرتبط ببعضه، نقصه وأعراض نقصه هي إلى علاقة كتير وطيدة بموضوع الوزن. لازم نعرف شغلة مهمة، إنه علاقة الفيتامين دي بالوزن هي علاقة عكسية. يعني شو يعني؟ يعني لما أنا جسمي بيكون عندي زيادة بالوزن، فبالتالي أنا جسمي بيكون فيه كمية هائلة من الخلايا الدهنية بالجسم. لما بيكون في هذا الكم الهائل من الخلايا الدهنية، الجسم ببطل يمتص فيتامين دي بالطريقة الصحيحة، وبطل الجسم يستفيد منه، فبالتالي بيؤدي لنقص بمستويات فيتامين دي. نفس الشيء لما أنا بيكون عندي نقص بفيتامين دي، أعراضه كتير كبيرة، ولكن أهم أنه أنا بحس حالي أنه جسمي وقف نزول الوزن فيه، فكمان نقصه بيأثر على أنه وزني ببطل ينزل. وتكملة لسؤالك، أعراضه كتير كتير كتير. أول يعني الشيء اللي بحب أحكي عنه هي موضوع الوزن، لأنه كتير ناس بتجهل أنه أنا الوزن ممكن يتأثر بفيتامين. أول شيء بيأثر فيه أنه أنا جسمي بيثبت على رقم معين ما بعود بينزل، ببلش الشبع، ما بحس حالي أنا لما عم باكل عم أشبع، لأنه تأثيره المباشر لفيتامين دي على الليبتين اللي هو هرمون الشبع. لما أنا باكل، الإنسان الطبيعي بينفرز عنده هرمون الشبع بيقوله وقف عن الأكل، لكن الشخص اللي عنده نقص بفيتامين دي بصير بياكل ما بيرتسل هالإشارة للدماغ وبيحس حاله شبعان، فبضل عم ياكل. فهون أول سبب بيؤدينا للسمنة بسبب نقص فيتامين دي. أيضا الاكتئاب، الاكتئاب هو سبب كتير كتير مهم وبيسببه نقص فيتامين دي بجسمنا. لما الشخص بينصاب بالاكتئاب، أول شيء بيلجأ له هو تناول الطعام والأشياء والحلويات والشوكولات، كمان هذا الشيء له علاقة أنه يزيد الوزن. وايضا نقص الفيتامين دي، الفيتامين دي بحد ذاته لما بيكون موجود بليفلات الصح يارا بجسمنا كله، لما بيؤدي لاستقلاب السكر بطريقه صحيحه. يعني انت بتاكلي وانا باكل، لكن انت بتسمني وانا ما بسمن. هون لازم اعرف انه في خلل معين بالجسم، في نقص معين بالجسم، واول شيء ممكن افكر فيه هو الفيتامين دي. لانه لما انا باكل وما عم بسمن، معناتها عندي استقلاب السكر هو استقلاب صحيح، ما عم بصير في عندي زياده بالانسولين بطريقه مجنونه، وبالتالي بصير في عندي مع الايام شيء اسمه مقاومه انسولين، اللي هي اساس كل الامراض وكل السمنه اللي ممكن تصيرنا، وخاصه بمنطقه البطن، وايضا الامراض اللي علاقه بضغط الدم والسكري تايب 2، هذول كلهم مرتبطين ببعض. فتخيلي فيتامين دي وين كنا ولوين بيودينا. تماما، يعني كتير ضروري لكان نكشف على نسبة هذا الفيتامين بجسمنا عن طريق التحاليل. أستاذ رولا، يعني شو هو تحليل؟ بروح أنا على المخبر أنه بدي أعمل تحليل فيتامين دي، ولا كيف الفكرة بتكون؟ طبعا أكيد. هلأ هون لما أنت بتعرفي وبتشوفي أنه عندك الأعراض اللي ممكن تخليك تسألي حالك أنه أنا فيه شيء غلط، أولا مثل ما الاكتئاب وآلام الظهر وبعد الوزن ثبات الوزن، وايضا مشكله بالمفاصل، الام بالمفاصل، هدول كلهم بخلونا نعرف انه في مشكله معينه لازم نفحص.
فأنت توجهي للمختبر وبتقولي أنه أنا بدي فحص لفيتامين دي، وهون بعد التحليلين بيبين عنا النتيجة. لما النتيجة بتكون أقل من 20 نانو جرام بالميلي لتر، فأنت هون عندك نقص، نقص شديد بفيتامين دي. النسبة الطبيعية هي بين 40 ل60. فأنت تخيلي قدي أنا عندي ناس بتقلي أنا عندي مستوى فيتامين دي بجسمي 8. فأنت هون بتقولي يعني هذا الشخص كيف عم يقدر يمشي، كيف عم يقدر يمارس حياته بطريقة صح. يعني نقص فيتامين دي مرتبط بكل جزء من جسمنا. فبالتالي ضروري كتير نحن بين فترة والتانية أنه نحن نعمل هذا التحليل، لأنه على أساسه بتتعين عنا الجرعة اللي ممكن ناخدها لحتى نعالج حالنا. طب رح نرجع لفكرة الفيتامين وأنه كيف ممكن نحن نتفادى نقصه بالجسم، لكن خلينا هيك نعطي معلومة للمتابعين والمشاهدين، شو هي التحاليل اللي لازم فعلا بشكل دوري نحن ما نهملها، لأنه ممكن يعني نعرض نفسنا فيما بعد وصحتنا للخطر. من أهم الفيتامينات اللي لازم تنعمل هي فيتامين د، ايضا الحديد كثير مهم، ايضا لازم نعتمد على الغده الدرقيه، وايضا لازم نعمل دائما هي التشيك الدائم من له لمستوى السكر. اي قديش المده، يعني قديش المده بين التحليل والاخر لازم يكون؟ لما انت بكون في عندك مشكله معينه بجسمك كل 6 شهور لازم تعملي تحاليل وتشيك على جسمك. تماما، يعني امر لما بتكون شخص طبيعي على الاقل مره سنه، إذا حاسة أنه جسمي طبيعي وما عم عاني من أي مشاكل ممكن كل سنة اطمن، لكن إذا عم حس أنه فعلا فيه كل 6 شهور أمر مهم جدا فعلا نبقى هيك محافظين على هذا الموضوع. طيب في نقص بهذا الفيتامين بجسمنا، كيف ممكن نحن نتفادى؟ شو هي الجرعات مثلا اللي لازم ناخدها؟ شو هي الخطة العلاجية إذا فينا نقول؟ تمام. هلا مع الأسف فيتامين دي كميته بالطعام هي كثير قليلة، فصعب انه نحن نعوض الكميه المحتاجه خلال النهار فقط للطعام. طبعا المصدر الاساسي والاول فيتامين دي هو اشعه الشمس، وكلياتنا هذا الشيء عندنا صعب انه نحن نطلع ونتعرض للشمس على الاقل نصف ساعه باليوم، وخاصه نحن خلينا نقول ببلادنا عندنا بالسعوديه كثير صعب موضوع انك تطلعي بالشمس وتتعرضي تاخذي اشعه الشمس، لانه لازم تكوني انت بشكل مباشر قدام اشعه الشمس لحتى جسمك يمتصها ويستفاد منها. فبالتالي خلينا نستبعد موضوع انه نحن عم نتعرض لاشعه الشمس، وانه نحن عم ناخذ الاطعمه اللي بتحتوي على فيتامين دي مثل السائل الفطر، مثل البيض، مثل منتجات الالبان، مثل التونه، هي كلياتها اغذيه بتحتوي على فيتامين دي، ولكن مش بالكميات اللي جسمنا بيحتاجها. الانسان الطبيعي بيحتاج كجرعه وقائيه 1000 وحده دوليه خلال اليوم. تمام. فانت هون مستحيل تاخذي كل الجرعه اللي جسمك محتاجها من هالاكل او من اشعه. فبالتالي يفضل انه نحن ناخذها كسبلمنت، كحبه يوميا كجرعه وقائيه. ولكن لما انا بعمل تحليل وبشوف انه انا في عندي نقص او خلل ما بموضوع مستويات فيتامين دي بجسمنا، طبعا يفضل هون انك انت تتعالجي بشكل حقيقي. يعني لما الناس بتكون عندها مستويات نازله اقل من 20 مثل ما قلت لك، هون لازم تاخذ 50,000 وحده اسبوعيا، عرفتي؟ فالجرعات تختلف وكله مبني على التحاليل. لما انا بحلل وبعرف قد ايه مستوى الفيتامين دي بجسمنا. تمام. كمان ما ناخد من، يعني يخطر لنا نحن ناخد هدول الفيتامينات من دون ما نرجع مثلا لمختص؟ يعني أنا كتير بعرف أشخاص أنه خلص يلا شوفي فيتامينات منجيب مثلا، أو منجيب العبوة بتكون فيها العديد من الفيتامينات وبناخدها، هل بتنصحي بهذا الشيء ولا بتشوفي غلط؟ طبعا اكيد. هلا لانك شغله لما شخص بيكون عنده نقص، ليش هي التحليل نحن عندنا شيء مهم؟ لانه نحن عن جد لما بيكون في نقص انت المالتي فيتامين ما حيساعدك. لازم ناخذ فيتامين اللي هو محدد وبالجرعه اللي لازم تتاخذ، وايضا مش عشوائيا، لانه عندنا مجموعه من الفيتامينات اللي هي بتكون ذوابه بالدهون، مثل واحد منها فيتامين دي اللي نحن عم نحكي عنه اليوم. شو يعني ذواب بالدهون؟ بياخذ وقت لحتى الكبد يستقلبه والفائض منه يتخزن بالكبد، فممكن نحن ننأذى فعلا اذا اخذنا كميات زياده منه. تماما.
تماما، هي نقطة مهمة جدا دائما نكون ببالنا، نقطة مهمة جدا. وبحس يعني فعلا معنا يمكن هي ثقافة التحاليل الطبية الدورية، معنا اهتمام كتير بصحتنا خاصة بفترة الشباب، بنعتبر انه خلص نحن بكامل صحتنا، وان شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع دائما، لكن لابد من الاهتمام اكثر بهذا الموضوع. معنا بعض الاسئلة استاذة رولا. محمود عم بيقلنا كيف ممكن نزيد الوزن والطول عند الاطفال اصحاب الجسم النحيل؟ عند الاطفال؟ عند الاطفال. تمام. هلا الاطفال كمان كثير نقطه مهمه انه نحن نكون عم نعرف بما يخص موضوع اليوم، انه عم ياخذوا المستويات اللازمه من فيتامين دي، لانه من اول واهم الاصل اللي بتاثر بالطول هي فيتامين دي. تمام. فلما يكون الطفل عم يتعود على نظام غذائي انه يمشي عليه كل حياته، غني بكل الاغذيه الصحيحه من بيض يوميا، لبن يوميا، اسماك مرتين بالاسبوع، نعرضه للشمس للطفل، هذا كله بيأثر بطوله بوزنه. زيادة الوزن طبعا هذا الشيء معتمد على انه ينعطى له نظام غذائي الطفل يتقبله. مو كل الاطفال تتقبل انه انت تقدمي له اطعمه بتناسب الطفل الثاني. يعني انا مثلا عندي طفل ما بيحب مثلا ياكل لحوم، انا هون لازم اعرف شو لازم اعوض له، لانه اللحوم هي مصدر اساسي ايضا للحديد ايضا للبروتين. هذا كله بيأثر بطوله بالوزن، فبعطيه هون بلجأ له للبقوليات، بلجأ له للدجاج. بدي اعرف الطفل شو ممكن يحب، شو ممكن يستألف لحتى ياكل وهو يعني مبسوط، حتى انا اعرف شلون اتعامل معه. ولكن اهم القصص اللي بتاثر هي انه ما يكون في عنده لا نقص بالحديد ولا نقص بفيتامين دي، وايضا ياكل بروتين بكميات صحيحه ويتعرض للشمس. تماما. طيب معنا سؤال آخر من رضوان، عم بيسأل عن كثرة المشروبات والمأكولات اللي بتحتوي على مادة الكافيين، شو أضرارها على الجسم؟ هلا الكافيين بشكل عام من أول أشياء اللي ممكن يأثر فيها على جسمنا هي تقليل كثافة العظام. شو يعني؟ يعني لما أنا بكون بشرب كميات هائلة من القهوة يوميا، زائد بشرب مشروبات غازية، زائد شاي، هذا كله مع الأيام حتحسي نحن يعني حنصاب بشيء اسمه ترقق العظام. ترقق العظام هذا أساسي لما أنت بتكون عم تدخلي مادة الكافيين بكميات كبيرة، عم يصير في عنا نقص بالكالسيوم جسمنا، عم يتآكل عنا العظام. فزائد أنه نحن عم يصير في عنا زيادة بالعصبية، بالمود اللي هو نحن دائما متوترين، هذا كله بسبب زيادة كمية مستويات الكافيين بجسمنا. فلا، الأفضل أنه نحن نعرف أنه لازم ما نأخذ كافيين بكميات كبيرة خلال النهار، وإذا كنا بنشرب القهوة وشاي و لازم نحد تماما منها. طب قديش الكمية المحددة القهوة. يعني قد الكمية المحددة اللي لازم ما نتجاوزها خلال النهار؟ يعني إذا أنت من الناس اللي بتشربي قهوة ما تشربي أكثر من فنجانين باليوم. تمام. إذا أنت من الناس اللي بتشرب شاي كمان ما تشربي أكثر من كوب باليوم. صعب الأمور علينا يا أستاذة رولا، هيك بحبحينا ياهن شوي. يعني أنه فقط فنجانين قهوة وكوب من الشاي بتركيا هذا الموضوع فعلا شفته، لما أنت طول ما أنك عم تمشي الشاي عم يتقدم. صحيح. يعني موضوع فعلا أنه يا الله، طب كيف عم تقدروا تناموا أنتوا؟ يعني هو عن جد بيعمل أرق، بيعمل عصبية، بيعمل هشاشة بالعظام. زيادة الكافيين دول احنا عم نحكي، في ناس تشرب ابريق شاي وركوات من القهوه خلال النهار، هدول كله بيأثر. يعني الطعم بتتاكل، الجسم بيتخربط، كله بيأثر بكميات هائله. دائما الاعتدال هو سيد الموقف صراحه. تماما، خاصه يعني لما بيكون الموضوع مرتبط بالصحه بالجسم، فلا بد انه نحن نكون واعيين لهي النقطه. ابو حسام ايضا عنده استفسار، عم يسال عن اكلات تساعد باكتساب الوزن. أكلات تساعد باكتساب الوزن. لا، لما نحن نحكي عن اكتساب الوزن أنا دائما بحكي أنه ما في أنه أكلات نظيفة، في سناكس معينة تنضاف خلال النهار إضافة لنظامنا الغذائي اللي عم نعمله، هي غنية جدا بالسعرات الحرارية. من أهمها خليني أذكر له شوي منها، عندك التفاح العادي الأخضر بنحط معه زبدة فول سوداني. ايضا ممكن ناخذ الفواكه المجففه بكميات مثلا خلينا نحكي كمشه قد كف اليد بالضبط، بتتاخذ بين الوجبات
تمام، تين مجفف مش مجفف، كله هذا بيتاخذ خدمه مع المكسرات. هذا كثير فيه كميه من الدهون الصحيه كمكسرات، وايضا سعرات حراريه عاليه من الفواكه المجففه، هذا كله بيسبب زياده بالوزن. وايضا في دائما الخليط اللي هو خليط سحري لزياده الوزن، هو عباره عن حليب كامل الدسم بينضف له عسل وايضا بينضف له افوكادو وقشطه ومكسرات. طبعا هذا بيتاخذ مره غني خلينا نقول بالدهون الصحيه، غني جدا بالسعرات الحراريه، اضافه انه نحن نكون عم نطلع انه عم ناخذ كميات صحيحه من البروتين من النشويات. ولعب الرياضه بالنسبه للرجال كثير بياثر على موضوع انه يزيد الوزن بطريقه حلوه، هذول كلهم بيزيدوا الوزن وبطريقه حلوه كمان. تماما، يعني هي فينا نقول هي أمور تكاملية، يعني مش بس مجال واحد، لا في كذا نقطة لازم ندير بالنا عليه. سعيد أيضا لحتى نستغل الوقت، سعيد عم بيقول هو عمره 35 سنة، عنده مشكلة بنقص الوزن أيضا، كان قبل رمضان وزنه 67 هلأ 62 وهو حابب يزيد لل 70 كيلو، تعب من الوصفات وحبه فاتح الشهية ويعتقد أنه عنده مشكلة بالهرمونات بالجسم. شو نصيحتك له؟ هلا اول شيء لما في مشكله هون لازم نعرف انه تعالج. اول شيء لازم نلجأ لتحاليل. هون لما نعرف انه التحاليل كلها سليمه، نحن هون متاكد انه الوضع معناته معتمد على النظام الغذائي فقط. لكن لما بيكون في مشكله عضويه بجسم هون بدها علاج، يعني طالما هو عم يقول انه في عندي مشكله بالهرمونات، هذه المشكله لازم نعرفها عن طريق التحليل ولازم نعالجها عن طريق الادويه. لما نحن بنعالج هالقصص هاي بنلجأ لنظام غذائي. لما انا بدي زيد وزني معادله كثير بسيطه، انه انا مثلا جسمي بيحتاج 500 سعره حراريه باليوم، تمام؟ لحتى زيد وزني انا بضيف 500 سعره حراريه يوميا على نظام الغذائي، تمام؟ واضافه هال 500 سعره حراريه اللي قلت لك عنها قبل شوي هي بتنضاف عن طريق هالسناكس اللي قلتها لما بناخذهم خلال الوجبات او بعد بينات الوجبات، هي بتزيد 500 سعره حراريه وبسهوله اذا ما زدت اكثر حتى. هون انا بكون جسمي عم بزيد بطريقه صحيه، زائد انه يلجا للرياضه ثم الرياضه. الرياضه كثير مهمه للشباب، موضوع انه نحن عم نزيد، لكن بنزيد الكتله العضليه، انا ما غايتي كمان بس زيد دهون، انا عندي غايه اني انا زيد العضلات بالجسم. تمام. طيب نحن حكينا عن فكرة الأطفال ونحف الأطفال، في سؤال من محمد أنه عمر بنته سنة ونصف ونحيفة جدا، شو بتنصحينا؟ كمان نرجع لفكرة التحاليل سريعا جدا باختصار نخبر محمد. تمام. هلأ لما بكون هي الطفلة عمرها سنة ونص، طبعا بدنا نشوف الأهل شو عم بيقدموا لها إذا ما في خلل. هلأ نحن موضوع نقطة أنه عملنا تحاليل والبنت ما عندها لا فقر دم ولا نقص بفيتامين دي، هذول لانه اهم اثنين عند الاطفال. لما بنعرف انه الطفله سليمه وما عندها اي نقص، معناتها هون في مشكله بالنظام الغذائي او الاهل ما عم بيقدموا له الاصناف اللي الطفل بيرغبها، تمام؟ يعني الاطفال ممكن تقول لك انا ما بدي اكل ابدا واعطيني تشيبس واعطيني حلويات. صحيح. هون الطفل خلص تتعود انه انت الاهل بيقولوا بس انه بس كل اي شيء، بس مهم انه 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 تاكل يعني، فبيقدموا له الشيبس وبيقدموا له الحلويات او بيعطوه خبزه او بيعطوه كذا. لا، الطفل كيف كنت بتمشيه، كيف كنت بتعملي له سيستم حيمشي عليه. يعني الفكره بالنمط الغذائي اللي نحن مقدمين له اياها للطفل. كمان يعني حكينا مطولا عن هذا الموضوع، معلش انا انتهى الوقت معي استاذه رولا الساعات، يعني الموضوع يطول جدا وفي لسه العديد من الاستفسارات، يمكن فيما بعد يمكن بالحلقات القادمه ان شاء الله لنا وقفه اخرى ايضا نجيب اكثر عن الاسئله. بتشكرك كثير رولا الساعات يا اخصائيه التغذيه، شكرا كثير لانضمامك. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك يا رب، يا الله يعطيك العافية لإلك ولكل الأشخاص اللي كانوا معنا على الاستماع للإف إم، كل حدا كان معنا على القناة وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. بالأيام القادمة إن شاء الله رح نحكي أكثر عن المشاكل الصحية. بدي أشكر كل حدا بعتنا الاستفسارات، بدي أتمنى لكم نهار سعيد جدا، غدا لنا لقاء آخر، إلى اللقاء. ساعة
صباحك مسك صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر صباح الفنون ولحن الأغاني صباح الحوار الذي فيه نكب صباح برائحة الهاب تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر وسحر الأناضول ينساب عشقا سميت وجبن وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لهم فيه ما تشتهون وأكثر